منتابع نحن وياكم اذا فقراتنا بعالم الصباح، وهلا محطتنا هي مع تانيا بخلينا نحكي. صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ الحمد لله، بدنا نعيش بسلام ونحكي بسلام. عم نكمل نشوف كيف فينا نعيش بسلام بعالم ما في سلام كثير. ما في سلام كثير. بس بلشنا على الصراحة غدا الأسبوع الماضي قلنا للمشاهدين إنه منقدر نختار نعيش بسلام ضمن حياتنا العادية. أوكي. يعني فينا نقرر إنه بدل ما أروح وأبعد عن كل العالم هيدا الحل الوحيد لعيش بسلام، لا. فينا نعيش بسلام بحياتنا اليومية قد ما فينا أكيد، ونواجه الأمور السلبية والضغط النفسي اللي بنتعرض له قد ما فينا بإيجابية. هل لأنه مش الحل نروح نعيش لحالنا؟ لا أكيد لا. ونحن بدنا نعيش بسلام نصير مزبوط لحالنا يعني. ونحن كائنات أصلا اجتماعية، يعني عايزين الناس، عايزين بعضنا، عايزين التفاعل بين بعضنا. لهالسبب حكينا عن انه العيش بسلام هو عمليه على مستويين، مستوى مع الاخرين عيش بسلام، بس بدها تبلش بالمستوى الاهم يلي هو بيني وبين حالي. أوكي. عيش بسلام يلي هو المستوى الداخلي تبعي. وحكينا انه العيش بسلام لازم اتعلم حب الاخر مش سيطر على الاخر فكر اني بحبه، وحكينا عن وسائل لهيدا الشيء، وحكينا اكيد عن بلشنا نحكي شوي عن تطوير مش تطوير تهدئة قناعاتنا والاعتدال فيها. كثير مهم انه قناعاتي اللي انا مقتنعة فيها لا اقدر اعيش بسلام اني اكون مقتنعة ان هي مجرد قناعاتي، وفي مثلي مليارات على الارض عندهم قناعات وعندهم حقائق وعندهم وجهات نظر تختلف عني. فكل ما طورت بذاتي هالمفهوم وكل ما اقتنعت انه مني انا مالكة وحارسة الحقيقة، كل ما عشت بسلام مع حالي اكثر. ولعيش يعني لاقبل الاخر كمان حلو انه نمي عندي القدره على النكته وعلى الابتسام وعلى هيدا الشيء كله بيساعدني انه اقبل التنوع والاختلاف. اليوم بدنا نكمل ونحكي انه كمان لعيش بسلام كثير مهم كون معتدله ومتسامحه، معتدله مع الاخرين ومتسامحه مع الاختلاف. متسامحة يعني بدل ما أحكم على الناس، تعرفي في ناس فلسفتهم بالدنيا إنه كل الناس مش منيحة لغاية ما تثبت لي العكس. أوكي. إنه في ناس هيدي من خبرتهم بالحياة، بس قديت تقيل عليهم العيش. يعني قديها الناس إنه دايما الشك بكل الناس. صحيح. يعني بيجي عم بيتعامل معك هذا الإنسان مقلع معك إنه عم براسه أنت على الأرجح سيئة لحد ما تبرهني براءتك. انت يمكن ما معك خبر، بس بالنسبه له شيء متعب هيدا الشخص يلي هيك عايش. اعطوه كريدت، دينون للناس امكانيه الطيبه، لانه المعدن الاساسي تبعنا كبشر كلنا طيب، معدن جيد. نحن واطفال، نحن وصغار، من اول ما خلقنا ما كنا سيئين. مش كل انسان سيء لحد اثبات العكس. واذا بعد الخبره اذا بتتوقع من الاخر الجيد على الارجح بيعطيك الجيد، واذا بتتوقع من الاخر السيء على الارجح بتاخذ منه السيء. فكونوا متساهلين مع الناس حواليكم، ما تصدروا احكامكم قبل بوقت وما تمشوا فيها، لانه بصيروا يلبوك مثل ما انت اشاعون الناس. يعني مثلا ما في، رح اشبه بشيء ما خصه، بس انه اذا مثلا تكرهي شيء بالاكل بيطلع لك دائما. اذا بتخافي من شيء يطلع لك، او من انه يا الله الخدمه بالمطاعم ما بيعرفوا بقى يخدموا، بيطلع على حظك حدا ما مثلا وبالتالي شو بتوقع من هالدنيا؟ الدنيا بتعطيني عقد توقعاتي. توقعوا المنيح والخير من الاخرين، رح تتفاجئوا انه باغلب الاوقات رح يكون في خير بالتعامل معكم. باغلب الاوقات، باغلب الاوقات اكيد ما في شيء 100% وبدنا ابيض واسود، الدنيا متفقين اكيد. كون بسلام. شو يعني كون بسلام؟ غاندي قال انه انا مستعد موت لعده قضايا، بس مش مستعد اقتل لولا قضيه. يعني اقتنع انه اذا باللاعنف او باحترام التنوع، اقتنع فيهم رغم انه حوالينا كل الناس او اغلب، مش كل الناس كمان، انا ضد الشموليه، اغلب الناس حولك يمكن يجربوا او حولك يجربوا يقنعوكم انه لا العنف ضروري اوقات، انه القصاص لازم يكون بده يعذبه مثل ما عذب غيره الى ما هنالك. بنسمع على الصراحه عقاب، العقاب انتبه، العقاب مهم على عمل اذا اذى غيره، ولكن باي اتجاه بدي اعمل عقاب؟ بدي دمره للمرتكب ولا بدي اجرب
ارجع رد الانسان اللي منيح اللي فيه وهذبه وارجع حطه بالمجتمع. اجمالا بالدول يلي فيها تعذيب بالتحقيق وتعذيب بالسجون وقطع اظافر وقطع اصابع ودولاب والى ما هنالك، هي مجتمعات عنيفه جدا. عنيفه جدا، وعم نشوف بكثير محلات نتيجة، يعني بتصير العنف مش بس عنف بالسياسة تبع البلد، بتصير عنف تنتقل للمواطنين، عنف ثقافي بصير. وبالتالي إذا بدي أعيش بسلام بدي أكون بسلام، بدي أختار وأكون واقف على solid ground، يعني على أرض. بصير من أقل شيء الناس بتخاف من هيك، بصير في هيدا العنف الموجود، كل واحد خايف بينمو لك الخوف وبيصيروا يساعدوك ينمى عندك هيدا الخوف، وكل ما خفنا أكثر من المختلف الآخر الناس التانيين كل ما صرنا عنيفين أكثر. وبالتالي لا عنف هو شجاعة، هو شجاعة قرار بوجه كل معقول ينحكى بوجه أنه ليشجعني على قبول أنواع من العنف بمكان ما. وبالتالي خذوا قرار وكونوا واثقين منه، عيشوه وفهموه، يعني embrace it، يعني يصير جزء من شخصيتكم. كمان يلي بيساعدنا نعيش بسلام غادة هو انه الاصغاء لما لا يقال، دايما نحكي عنه بخلينا نحكي انه الاصغاء الناشط كتير مهم. خليني اتوقف قبل ما اعمل ردة فعلي وقبل ما استنفر وقبل ما دافع عن يلي انا بدي انه دافع عنه، خليني اتنفر. عدوا للعشرة، عدوا للعشرة، اسمعوا منيح. اوقات بينقال كلام ما بيشبه ابدا النيه اللي مخبيه وراه، والنيه اللي مخبيه ورا الكلام الجارح او المؤذي اجمالا باغلب الاوقات بتكون منيحه على عكس ما بنعتقد. يعني نستعمل الكلام الجارح لان احنا مجروحين، لانه نحن خايفين، لانه في شيء جوا غير. جربوا اسمعوا اللي ما بينقال، بدها تمرس، بدها تمرين، مش دائما بتطلع مزبوطه، مش دائما أكيد. ولكن حظوظنا أكثر إنه نعيش عن جد بسلام وبمحبة، عن جد حظوظنا بتصير أكثر. لأنه برجع بقول إنه أغلبنا منيح، مش أغلبنا، كلنا منيح من جوا، شو تربينا وشو خبرتنا بالحياة وشو اختباراتنا وشو صورنا النمطية، طبقات. مظبوط. ابحثوا عن السماح مش عن الانتقام، وكتير مهم هالنقطة، لأنه إذا بتسألوا، إذا بتقروا، إذا بتفتشوا، إذا بتحضروا، شو بدكن يفتشوا عن جد؟ الناس يلي مع الوقت وصلت لأنها تسامح هي الناس يلي عايشة بسلام داخلي ضخم جدا. العالم تاخدها كمثال بيقولوا اف كيف قدر سامح، اف كيف قدرت سامحت. السماح اول شيء ما حكينا كثير عنه كمان بخلينا نحكي، بس ما بيجي هيك خبط لزق، يعني ما بيجي سامحي يا تانيا لازم شد على حالي وسامح، لا، هو بروسيدور، هو خطوات طويله، هو تصالح مع الذات. بس اذا بجرب اسعاله بدل الانتقام مع الوقت، لما بوصل بمرق باشياء معينه بقدر سامح فيها وبستلذ بطعمه السماح، مش لروح قول للي سامحته انا سامحتك وريحه، يمكن ايه ويمكن لا، بس على القليله لالي خي هالحمل تبع الغضب وتبع المراره واراده الانتقام بيروح. فمين كان عم ياكلوا هالشعور؟ انا اللي كان عم ياكلني. فلما بشيله بريح حالي، لما بشيله اكبر شو بيقولوا صفعه للي بده ياني يكون منتقمه وكون سيئه ورد له، اكبر صفعه اني اوصل لمرحله ما بقى عندي شيء مأثر فيي من هالماضي، وما بخلي الماضي يخليني عايشه فيه كل عمري لحتى ما يكون عندي مستقبل. يعني الماضي ما بقدر غيره بس مستقبلي بقدر غيره. أكيد. وخلي الماضي يكون درس لإلي بكل شيء. فقد ما فينا نسعى انه نكون عم نسعى يوما ما لنسامح، قد ما بنكون عم نخلص من ثقافة الانتقام. ثقافة الانتقام تاكل صاحبها وبتاكل المجتمع المحيط فيه، وبتخلينا عايشين بمجتمع مريض. وبالتالي واحدة من العناصر اللي كتير مهمة بحياتنا انه نعيش لهالسلام الداخلي نوصل له. فتشوا على السلام الداخلي تبعكم، شو اللي بيريحكم تعملوا؟ بعرف انه مش الوقت كتير ضيق بايامنا وركض كل النهار وشغل ورا لقمة العيش وورا هم الاولاد، هيدا كله كلنا عنا، كلنا موجود، ايه طبيعي كلنا عنا، بس من وقت للتاني خلينا نوقف، نعطي حالنا هدية صغيرة بالنهار. يعني مثلا
أنا من الأشخاص يلي إذا عندي الصبح ربع ساعة لإلي قهوة ما حدا عم يحكيني، ما عم بحكي حدا، قبل ما حدا كله يوعى، أحلى هدية لإلي. جيبوا لنا اثنين قهوة. وبالتالي بتعرفي شو عملت؟ قررت إنه مع إنه بحب نام، إذا بكسب كم دقيقة نوم زيادة بحبهم، قررت إنه آخذ من حالي كم دقيقة نوم زيادة لأهدي حالي هالربع ساعة القهوة. عم بتعاطى مع حدا بس أنا لحالي، بيني وبين حالي الصبح، بهديها لحالي وبيرجع بقلع النهار، ما عندي مشكلة. شوية رياضة من وقت للتاني بيساعدني أعيش بسلام. اهدي حالي صحة، اهدوا حالكم الصحة، اسمع موسيقى ليه لا، من وقت للتاني بالسيارة بزحمة السير خلي يكون عندي الموسيقى المفضلة عندي، مش على التليفون كل الوقت وواتسابات رايحة جاية ومساجات. نعم هيدا ستريس إضافي، هذا ما بيخليني أعيش بسلام. شو لي عدوا مع حالكم، خليني اقعد انا مع ذاتي، في اقعد 5 دقائق مع ذاتي باليوم، 10 دقائق، وانا بس اقعد عاده مع حالي بتسلى. واحد بيطلع عنده افكار بيروق بفك يعني صح. بيقدر يخطط يمكن بشكل طبيعي. مش انه ملحوقه بشو لازم ينعمل، بشو انت واحد عباله يعمل. صح، وقت اللي بنقعد مع حالنا غدا يمكن 10 دقائق بفرشتي قبل ما اغفى على انه بتختي، بدل ما فوت 11 ونص على التخت فوت 11 وثلث. طفي كل شيء بيلهيني، التلفزيون والسيلولار الى ما هنالك، فوت التخت وفكر. فكر، مش فكر شو صار بالنهار وشو ناطرني بكره، لا مش ناقصني ضغط، ما بعود بنام ساعتها، بس فكر اسال حالي اسئله لازم اشتغل عليها بذاتي، بكره كيف فيي اكون انسان افضل، بكره كيف فيي اعمل شيء يبسط حدا حوالي، شو فيي اعمل شيء انا يريحني ويبسطني بحياتي الى ما هنالك. هولي امور بسيطه في يعني بكله عوامل بتساعدني انه كون بسلام وعيشه بفرح. شو يعني اعيش بفرح؟ شو عم تحكي هيدي فرح ملايكة الدنيا حوالينا؟ ايه كلها حرب وذع وقتل. لا مش مزبوط، في هيدا الشيء وفي اشياء تانية بس بدي اشوفها، بدي اشوفها. نحن هلا انا وياك اليوم رغم كل ضغطنا النفسي بهاي اللحظة ما في ضغط نفسي بفوق يلي عم نتبادله، في تركيز باللحظة. العيش بسعادة هو عيش اللحظة، استفيد من اللحظة قد ما في، بسيطر على هاي اللحظة أنا وياكي. بعد شوي ما بلاحظ، ما بسيطر عليه، ويلي قطع قبل بثلاث دقايق ما بقى سيطر عليه، أو بثلاثين ثانية حتى بطل سيطر عليه. وبالتالي العيش بفرح هي أنه انتبه وفتح عيوني على الفرح يلي بيمرق كذا مرة بحياتي باليوم، مش فرح وغبطة وسعادة هيدا اللي بنشوفها مثل نحلم فيها بأحلامنا، لا، الفرح البسيط الصغير، الفرح الإنجازات الصغيرة، الفرح أنه مثلا هلأ احترمنا الوقت وخلصنا على القد، وبعد ساعة أنت رح تروحي على أشغالك التانية وأنا على أشغالي التانية، ما رح نعلق بعجقة، الفرح أنه صحتنا حلوة، صحتنا بعدنا عم نتنفس وبعدنا عايشين ومعنا اولادنا صحتهم جيده مبسوطين بحال، هو كله فرح اكيد. بدي اقشعه، بدي كمان اقشعه، لانه عندنا ميول بس نقشعل بالضغط النفسي لان صوته عالي، بس اذا بدي اعيش بفرح بدي افتح عيوني لهالامور يلي هي بتخليني اعيش بسعاده رغم كل الستريس. هل معناتها انه انا ما راح يكون عندي ضغط نفسي؟ اكيد ما معناتها هالشيء. هل هالشيء معناته انه انا اذا شيء استفزني ما رح يطلع خلقي؟ بلا اكيد رح يطلع خلقي، بس سعي الدائم بيكون تجاه انه كون عايشه بسلام داخلي، كون عايشه بسلام مع اللي حوالي، ما خلي الضغط ياكلني، ما خلي غضبي ياكلني، ما خلي اراده الانتقام تاكلني، بالعكس خلي اراده السماح، اراده محبه الاخر، اراده حب التنوع، إرادة حب حالي. أول شيء بدي بلش حب حالي، هيدول يكونوا أعلى من هوليك الإرادات، وبالتالي إيه ممكن أعيش بسلام بيني وبين حالي إذا أنا بقدر. طب هي أمور بسيطة، هي يعني خيارات. كل يوم أنا عندي الخيار، كل لحظة عندي الخيار، هل بدي أعمل من الحبة إبي كل ما صار معي شيء، ولا لا بدي نقي معاركي؟ في معارك حرزانة قيمتي عليها، واغلب المعارك مش حرزانه قيمتي عليها. في معارك كثيره بتصير بالنهار مش بكل بساطه في شيلها من حياتي، مش ضروريه ابدا. مش خلي طاقتي بدل ما كبها من الشباك على كل شيء واعمل ضغط نفسي لإلي وللي حوالي ولعائلتي وللعالم على الطرقات حوالي، في هالطاقه الكبيره استعملها بشكل بناء لإلي
وللي بحبهم حوالي، اكيد ساعتها ممكن انه اعيش بسلام رغم كل الضغوطات النفسيه اللي ممكن اكون عم عيشها بالنهار، وعيش كل اللحظه، كل لحظه بلحظتها. يعني لحظه اللي استفز، اوكي انا هلا مستفزه، بس بعرف اذا عايشه بسلام انه هي وقت انا مستفزه فيه ما رح اعيش على الحياة. على مرحله معينه، على مشكله معينه بدي حلها 100%، ساعتها بقدر بصير واحد قادر يحلها بوعي، بوعي صح. ولما بكون ساعتها غاضبه على الاخر باخذ وقت مستقطع بتنفس وبرجع بحل المشكله بهدوء اكثر. ملي معروف مرت الجاي فنجان قهوه تكرم عيني حتى نقعد على على رواق نحكي. ميرسي تانيا. خليكم معنا، فاذا كمان مره بناخذ وقفه مع الاعلان وبنرجع منتبه.